السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات شهيوات بشرى اش بي. ان شاء الله الفيديو ديال اليوم جبت لكم بيتزا سائلة بدون فرن، كطيب بسرعة وسهلة في الطحطة ديالها. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم. ما تنساوش تخليو ليا لايك ديالكم وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء. دابا يلاه معايا باش تشوفوا الطريقة ديالي في طحطة هذه البيتزا السائلة. خديت هنايا واحد الاناء اللي درت فيه جوج كيسان ديال الدقيق الفورس، كتعبروا دائما بالكاس ديال العنبه. فبالنسبه لهاد الكميه اللي درت خرجت ليا 3 ديال البيتزات، معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، الخميره ديال العجينه، معلقه صغيره ديال السكر سنيده. ضفت كذلك معلقه صغيره ديال الخميره حمراء، تقريبا عندي هنايا صاشيه ديال الخميره حمراء، شويه ديال الملح. غادي نضيف واحد البيضه، ومن بعد غادي نزيد جوج معالق كبار ديال اليوغورت طبيعي دانون مسوس. غادي نخلط هاد المكونات بالخلاط اليدوي. فبالنسبه للناس اللي ما عندهمش اليوغورت طبيعي وموجوده عندهم في البيت، موجود عندهم في البيت الحليب غبره، يضيفوا جوج معالق كبار ديال الحليب بودره. من بعد ضفت جوج كيسان ديال العنبه ديال الماء اللي كيكون دافئ، وكنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى ما كيبقاوش عندنا دوك الكويرات ديال الدقيق، وكنحصلوا على الخليط بحال خليط ديال الكيك. فبالنسبه لي الزيت بلديه كنخليها هي اخر حاجه اللي كنضيف ملي كنبغي نطيب البيتزا. كنمشي كنسخن المقله على درجه حراره اللي كتكون ناقصه بزاف. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الزبده وشويه ديال الزيت، ما كنكثروش من الزبده والزيت. وغادي نخلي هاد الزبده والزيت كيذوبوا، وغادي نمشي باش نضيف جوج معالق كبار ديال الزيت بلديه. بالنسبه لهاد العجينه كتجي رطبه وكتجي غزاله بزاف، ان شاء الله تجربوها. بعد ما ضفت الزيت بلديه كنخلطو بهاد الشكل، وغادي نمشي غادي نفرق هاد الخليط على ثلاثه، لانني كيف ما قلت لكم هاد الكميه خرجت ليا ثلاثه ديال البيتزات. من بعد كنسرحو هاد الخليط بهاد الشكل، ومن بعد غادي ناخذ هنايا الصلصه ديال الطماطم اللي كندير انا في البيتزا، فسبق لي وحطيتها في القناه، ان شاء الله تلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. كنديروا كميه ديال هاد الصلصه ديال الطماطم، وكنسرحوها من الفوق ديال هاد العجينه. من بعد غادي ناخذ الفلفله حلوه اللي قطعتها شرائح طويله بهذا الشكل. فبالنسبه للعمره كل واحد يدير حسب المتوفر عندهم في البيت. من بعد غادي نضيف الشامبينيون معلب اللي شحرته، شويه ديال الزبده في المقيله، ومن بعد كنضيفو من الفوق ديال هاد البيتزات. بالنسبه لي انا غادي ندير هنايا الطون، ممكن كذلك تعمروه بشرائح ديال الديك الرومي اولا صدر ديال الدجاج، كطيبوه وكتفرتتوه ولا كتشحروا الكفته، المهم العمره حسب اللي متوفر عندكم في البيت. من بعد غادي نحك الفخوماج على هاد البيتزا، ممكن كذلك ديروا الموتزاريلا الا كانت متوفره عندكم في البيت. غادي نخلي هاد البيتزا غادي نغطيها، ضروري اننا نغطيوها باش كطيب لينا مزيان. غادي نضيف نسيت ما ذكرت لكم الزيتون اسود، وغادي نغطيها وغادي نخليها حتى كطيب على عافيه اللي كتكون مهيله بزاف باش ما كتحرقش لينا لاباط من الاسفل. بعد ما مرات 3 ديال الدقائق كنشوفوا واش طابت لينا هذيك لاباط اولا خصها مازال شويه، فانا غادي نزيد نغطيها وغادي نخليها جوج ديال الدقائق اخرى حتى كتحمر من الاسفل، وكنحس بها طابت مزيان من هذوك الجوانب. ومن بعد غادي نوري لكم الشكل ديالها النهائي. اذا هذا هو الشكل ديال البيتزا بعد ما طابت، فهي كتجي غزاله بزاف ولذيذه وسهله كذلك في التحضير ديالها. كنتمنى انكم تجربوها. انا غادي نقطع لكم واحد طريف باش تشوفوا معايا كيفاش كتجي هذه العجينه السائله. كيف ما كتلاحظوا كتجي محمره من الاسفل، كنتمنى انكم تجربوها. ما تنساوش الى عجبكم هذا الفيديو تخليوا لي لايك ديالكم وتبارطاجيوه مع الاصدقاء. نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم اخواتي اخواني.